هذه هي المواضيع. كنا نبداو معاك سيمورات اول جزء اليوم، اللي هو انت تمثل النقابه الجهويه لقوات الامن الداخلي بالمنستير، ونحكيو على 3 محاور. ثم مرحلة ديك الساعه في برنامج سون ليميت، انت كنت ابن برنامج سون ليميت السيزون الاولى، تو رجعنا سيزون ثانيه، هيك حضرت معنا في الحلقه الرابعه. مرحلة ديك من جديد. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافه، يعطيكم الصحه على المكان المزيان. ربي يوفقك سي عبد السلام وكل الفريق اللي معك. بالفعل معناها معنا نعتبر نفسي وكل الامنيين معناها اللي لقينا ديما عندكم الحقيقه صوتنا نبلغوه من خلال هذا المصدح، ومن الحقيقه معناها كل تقريبا الاذاعات اللي في تواصل كانت سواء العامه او الخاصه مع المؤسسه الامنيه ومع النقابه، فتحيه شكر لكل الاعلاميين والمدونين بجهه المنستير. يعيشك سي مراد. باهي نبداو نحكيو على 3 النشاطات الانسانيه او 3 انشطه الانسانيه اللي قامت بها النقابه الجهويه لقوات الامن الداخلي، منها تخصيص او تقديم اعانات لعائلات الامنيين المستحقين، ومنها كيف التكفل بعمليه الدهور لابناء الامنيين، والعمليه الاخرى اللي هي عمليه التعقيم وتقديم معدات تعقيم. والله نبدا من حيث انتهيت سي عبد السلام. باعتبار جائحه كورونا اللي جات في وقت للاسف السلطه الجهويه والسلطه المركزيه كانت غايبه تماما معناها عن مد قوات الامن الداخلي بمستلزمات الوقايه، كان قابه جهويه من باب حرصنا على منخرطينا تكفلنا بالموضوع، توجهنا لبعض الاخيان من مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات اللي نحييهم بالمناسبه واللي كانوا سباقين وتفاعلوا معنا ايجابيا، حتى اخيان من خارج الوطن كانوا قدموا مساعدات كبيره تتمثل في مواد تعقيم. كنا قمنا بقافله وتوجهنا الى كل تقريبا الوحدات الامنيه في ولايه المنستير حتى الاماكن البعيده في ارياف مدينه الموكيل وغيرها، وقدمنا لهم مساعدات، واحنا فخورين بكون ساهمنا بشكل او باخر في انه نحمي المؤسسه الامنيه وكل منتسبيها من انتشار هذا الوباء. حاجه اخرى معناها حتى معناها سعي معناها الاداره في محاوله لايجاد بعض هذه الوسائل، اعتقد انه جاء في بشكل متاخر، ولكن احنا كنقابه اعتقد انه نجحنا في انه نوفر ما يمكن توفيره وما يلزم توفيره لمنتسبي المؤسسه الامنيه، حتى معناها الى حد اليوم نفتخر بكونه الحمد لله 0 حاله اصابه في ابناء المؤسسه الامنيه من شرطه من حرس من حمايه مدنيه من سجون واسلاح. نتشرف ونفتخر بكوننا ساهمنا في عدم وجود اصابات بما قتلنا لمنتسبي المؤسسه الامنيه. مع دخول هذا الشهر الفضيل وكسنه حميده تبنى عليها كنقابه جهويه لقوات الامن الداخلي المنستير، وهو القيام بحفل ختان جماعي لمنتسبي ابناء المؤسسه الامنيه. ما نعرفش نسميهم ولا المساحات الخاصة اللي فما حتى مشكلة ربي يفضل. نحب نوجه تحية كبيرة إلى الإطار الطبي والشبه الطبي وكل مسؤولين بمساحة الدبابي، بمساحة السواني، بمساحة كارتاج، اللي حقيقة للموسم تقريبا 7 على توالي كل من قدموا لهم قائمة اسمية في أبناء الزملاء، إلا ولقينا كل معناها رحابة صدر وتفاهم، وهذا شيء معناها يثلج الصدر ويؤكد مدى تجانس على الأقل والحظوة لمنتسبي المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني، وهذا سعينا له كنقابة وطنية منذ انبعاث النقابة سنة 2011، وهو ترسيخ لأمن جمهوري لعلاقة جديدة مبنية على المحبة والاحترام بين المؤسسة الأمنية وبين المجتمع المدني. أعتقد أنه بتضافر كل الجهود نجحنا في ترسيخ الأمن الجمهوري المحايد اللي يخدم الوطن ويحمي المواطن ويبقى على نفس المسافة من الجميع. في نفس الإطار معناه وتعرفوا معناه الظروف اللي معناه في البلاد خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ومع احدى المؤسسات واعتقد انه مؤسسه كرتاج للنسيج اللي نوجه لها تحيه ليها ولكل الاخيان العاملين فيها، فكي حكينا على مبادره ب معناها توفير قفه رمضان لبعض الاخيان المحتاجين، يعني لقينا كل الدعم وتمكنا معناها بالتعاون معهم من توفير تقريبا 100 قفه وزعناها على زملائنا من اللي عندهم ظروف خاصه، زملائنا المعزولين لاخطاء اداريه، واللي هذه فرصه لدعوه السيد وزير الداخليه بالنظر بعين الرحمه لوضعياتهم هذه المعايلات بشتى، وان شاء الله عندنا وعود بدراسه ملفاتهم وارجاعهم الى سالف عملهم. كذلك مشينا حتى في اطار العمل التضامني لبعض الخيان من ضعاف الحال المتعاونين مع المؤسسه الامنيه من عمل وموظفين في داخل الاقاليم والمناطق وقدمنا لهم يمكن تقديمه، كذلك حتى شهداء المؤسسه الامنيه وجهنا لهم معناها في حركه رمزيه معناها بعض المساعدات.
على اعتبار وانه عندنا زوج شهداء في المؤسسه الامنيه في احداث الثوره اللي مناسبه للترحم عليهم، وهو الشهيد سامي يوسف والشهيد محمد بفريخه من سلك الحرس الوطني، وسي سامي الله يرحمه من سلك الحمايه المدنيه. هذا هو العمل الاجتماعي اللي الحقيقه معناها نفتخر ان نقوم به، واللي كما حكيت ولات معناها سنه حميده. سنواصل ان شاء الله باذن الله بمساعده الجميع، مكونات المجتمع المدني، منظمات، جمعيات. ما نجمش نفوت الفرصه هذه لشكر خاص لمندوبين الشؤون الثقافيه وعلى راسها الاخ مهدي معطله اللي قام بمبادره طيبه جدا من خلال تعقيم، وكان سي عبد السلام زاد مشكور، والاخيان سي يسري والدكتور مصطفى كانوا حاضرين زاد معنا في حمله تعقيم كبيره تقريبا شملت كل المؤسسه الامنيه. كانت حركه رائعه تاكد كما كنت نحكي من البدايه، وهو التفاف الجميع حول المؤسسه الامنيه، وهذه حاجه نتمتع بها في جهه المنستير في كونه المؤسسه الامنيه وكل مكونات المجتمع المدني تقريبا يد واحده من اجل مصلحه البلاد. باهي، هذا بالنسبه ل معناها ترخيص للانشطه اللي قاموا بهم. يسري نتفاعلوا مع ضيفنا سي مراد. يسري ومصطفى، كان عندك تعليق او سؤال لسي مراد؟ انا بالحق يعني حاجه تثلج الصدر الشيء اللي قاعد يصير سورتو هنا، وفي في هالمجابهه هالفيروس هذا الكورونا هذه الجائحه هذه الكل الوضعيه الاستثنائيه اللي قاعده تصير معنا قاعد فيها الدوله روحها. لقينا معنا وقفه امنيه ساهمت في مقاومه الكورونا، ساهمت في يعني في معنا على الاقل تنقيص من تفشي كورونا. راهو مش سهل انه معناها عون امن يكون موجود في الشارع او في فول نتاع عباد باش يفرغك الفول ويروح بهم، وقتها هو معناها قاعد يعرض في روحه للعدوى للاصابه. والحاجه اللي باهية برشا انه كان فما ما نخليني ما نقولش يعني اساليب ردعيه، كان فما كانه ابوه يربي في ولاده معناها، وكان فما أمور عائلية خليني أقول يعني يهديكم برا روحوا يهديكم كذا، معناها بطبيعة كان فما بعض المخالفات والخطايب بالنسبة للناس اللي ما التزمتش، وكان مهم جدا أنك تطبق القانون في بعض الحالات، لكن حسينا أنه فما معناها مرونة في التعامل المرة هذه. وفما كلمة أخرى زادة عجبتني أنا مع سي مراد قبل تفكروا كي تبدأ الأسلاك الأمنية الديوانة والحماية وكذا، بوليسية على رواحنا أخويا مش بوليسية. اليوم كي نسمع معناها كلام معناها من عند كاتب العام النقابه الجهويه في الحديث هذا، معناه يقول لك زملائنا بتاع الحمايه وزملائنا بتاع الديوان وزملائنا بتاع الحرس وزملائنا بتاع السجون والاصلاح، معناها سي معناها بالحق حاجه تحس اللي فما اليوم لحظه ثم حاجات راهو يلزمك تكون تتعامل مع الاسلاك الكل باش تفيق بها الحكايات هذيا. خاطر اليوم الحقيقه معناها اليوم تحب ولا تكره الناس الكل حمايه حضرت عرضت صدرها كيف كيف في الجائحه هذيا، الديوان كيف كيف، الناس الكل ما وقفتش على الخدمه، السجون والاصلاح تعرف انه لو كان لا يقدر تخلي ربع فيروس مش فيروس لاي سجن تكون فما كارثه. وبالنسبه بيان سور للسجون للعوامل الامن والحرس والجيش زاد لازمنا نذكر الجيش معناها اللي كانت الحملات المشتركه والكل، يعني الحقيقه فما انسجام وفما تعامل ايجابي مع فما بيان سور فما ليز اكسبسيون ما نقولوش منهم اكسبسيون انا باش نسالك عليها مراد معناها نعرفك تحكي امريكا يا اخي. هل ان يلزم في ولايه المستير؟ انا تفاجات البارح الولايه اللي ما زالت كي معناها بلاد كامله معناها قبلت المرضى نتاع بلاد كامله وناس معناها ربي يعلم بالحال وناس دوبا خرجت تخدم، لانه البارح وقت ردار. هل انه البارح معناها في نهار 21 ماي احنا البارح، هل انه وقت ردار؟ هل انه معناها الناس ماشيه تقديم باش عيدها، الناس ماشيه تخدم معناها، وانت تعرف اليوم فماش تنقل بين الولايات وفما ناس معناها ساعات يبدا في داره يعملوا له تليفون اجى تو على خدمه ما بيمشيش، يعني هل انه وقت ردار بالحق؟ وديما يا برامون تجريب يصير في المستير انا مراد حسب فهمت، اول ولايه اول بلاصه اللي بداوا نجربوا فيها الحاجات هذه هي المستير، ما نعرفش هذه. نجاوبك اولا اكيد بها معناها من الاداره العامه المركزيه من وزاره الداخليه هي تنفيذ معناها الدور الزجري لمنتسب المؤسسه الامنيه. حكيت قبيله على تعاملنا كان مرن بشكل كبير وما حبيناش نمشيو للدور الزجري، مشينا دائما الى الدور الحواري الدور انه التوعوي، وبعد بقينا رواحنا مضطرين باش نمشيو للدور الزجري.
يعني بعد ما استنفذنا تقريبا كل الطرق هذه. بالنسبه للرادار، تعرف انت في البريود الاخر والله ما نجمش نعطيك احصائيه، اما تم ارتفاع كبير لنسبه الحوادث، وتقريبا يعني في يوميا تم ارقام تمشي لوزاره الداخليه تعلمها بان ارتفاع نسبه حوادث المرور. طبيعي جدا يعني دار العام المرور او وزاره الداخليه او كل من له علاقه بالموضوع يتفاعل بشكل يومي مع انتشار مثلا ولا تواتر الحوادث، فلا بد من الدور الزجري حتى معناها يتم الحد من الحوادث. حكيت قبيلنا سيسري على المؤسسة السجنية، واحنا كنا في حراك نقابي تقريبا منذ انطلاق الاسبوع لليوم، هذه فرصه بارك الله فيك على الاقل باش نحكي على النشاط النقابي اليوم. الوحدات السجنيه بمختلف كل يعني في كامل تراب الجمهوريه تنفذ في وقفات احتجاجيه يوميه منذ يوم الاثنين الى اليوم، على اعتبار معناها التسويف والمماطله اللي تلاقي فيه من الاداره العامه للسجون. حكيت وهذا نفتخر بها، كنا في كلمه القيناها امام زملائنا اطارات وعوان سجن المنستير، يعني كنا ننتظر في تكريم للمؤسسه السجنيه اللي كما كنت تحكي سيادتك هذا نفتخر به، انه لم تسجل اي حاله اصابه يعني في كل الوحدات السجنيه. هذا راه شيء ما جاش بلاش، جاء بتضحيات الرجال والحراير نتاع اعوان سجون الاصلاح اللي نعرف مدى جديتهم في العمل وانتباههم، وتعرف لقفاف تدخل الزيارات وغيره، فكانوا مثال يحتذى به في حماية المواطنين. اليوم ننتظر معنا في لفتة كريمة من سلطة الإشراف، نتفاجئوا بحرمانهم من الساعات الإضافية، من على غرار معناها بقية الأسلاك الأمنية اللي تمتعت. هذا حدث في أنفس كل زملاء سجون الإصلاح، وهذا خلانا اليوم نحكيه في الوقفات هذه، ويكون عندنا مطلب رئيسي ومؤكد، وهو ضرورة إرجاع السجون الإصلاح إلى وزارة الداخلية، باعتبار أنه قرار الإلحاق اعتبرناه قرار جائر، دستور الاستقلال تم حذفه والتغاضي عنه، والأمر الإلحاق اللي من العهد البائد لابد من مراجعته، وإحنا مصرين كقوات أمن داخلي على ضرورة إرجاع سلك سجون الإصلاح إلى وزارة الداخلية، على اعتبار أن الوزارة الأم هي معناها الأسلاك الأمنية الأربعة. أكثر من ذلك، إحنا اليوم وهذا أكبر مطلب نطالبوا به اليوم القناشي أذان صاغية، لأن الطبقة السياسية على بكرة أبيها الكل اللي خذوا الحكم من 2011 اليوم لم ينظروا إلى الدولة باعتبار أنه الأجيال القادمة الكل كانت تنظر للدولة بمنطق الغنيمة، وكانوا ينظر الكل لابد أن يحطوا المؤسسة الأمنية تحت جناحهم. والدليل أنه القانون عدد 70 لسنة 82 اللي اليوم نعتبره قانون جائر وظالم هو اليوم يسير المؤسسة الأمنية. اليوم في 42 فصل كلها تتعارض حتى مع القانون، مع الدستور الجديد للبلاد. يعني طلبنا بضرورة سن قانون جديد اليوم الفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 82 يقرر بأنه قوات الأمن الداخلي هي شرطة، حرس، حماية مدنية، سجون أسلاح. هذا القانون اللي احنا سيرنا اليوم، ولكن على أرض الواقع نلقاو الإدارة العامة للسجون من أنظار وزارة العدل اللي أعتقد أنه آخر اهتمامات، وهذا كلام على مسؤوليتي، آخر اهتماماتها هي أعوان وإدارة السجون، ولنا اليوم للأسف نسميها إدارة المساجين وليست إدارة العامة للسجون أصلاح. فمن خلالكم دعوة إلى السيد وزير العدل، السيد القائد على القوات المسلحة، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الحكومة. اليوم أعوان سجون الإصلاح من بزر طويل تحتج على مدى أسبوع إن شاء الله معنا الملف، ويتم مراجعة كل الفصول اللي غلطة حتى يتمكنوا زملائنا أنهم يأخذوا حقهم في الحياة الكريمة ويتمتعوا بالتشريعات والقانون اللي تحميهم، بما في ذلك إرجاعهم إلى وزارة الداخلية اللي هي مكانهم الطبيعي. اليوم كنشوفوا حتى سياسة الدولة، وهذا معناه لاحظناه حتى في تكريم منتسبي معناها شهداء المؤسسة الأمنية، اليوم شيء خطير جدا نشوف اليوم شهداء الثورة نحط تحت أسطر اليوم حتى يتم حرمانهم من مآدب اللي معناها تنظمت في كامل تراب الجمهورية. اليوم هذه رسائل سيئة بعد الرسالة السيئة اللي أصدرها سي بودربالة في استثناء شهداء المؤسسة الأمنية والسجنية من قائمة شهداء الثورة. اليوم راهو خطير برشا كنشوفوا معناها المآدب الإفطار اللي تمت معناها على شرف ضحايا العمليات الإرهابية. كنا نتمناو أنكم يتم كذلك معناها دعوة شهداء اللي ضحاوا بأعمارهم بأرواحهم في سبيل البلاد هذه يتم حرمانهم. رسالة سيئة جدا إلى شهداء المؤسسة الأمنية وعائلاتهم وإلى كل قوات الأمن الداخلي. بينما نشوفوا معناها جرحى ثورة وشهداء ثورة معناها سقطوا أو أصيبوا أثناء ممارسة عمليات سطو ومسلح سطو وسرقة وكذا، هذوك معناها جرحى ثورة. هذوك ضحايا اعتبروهم ضحايا ثورة، هو اللي محل الموضوع. بالإضافة بربي الكلمة، بالإضافة إلى أخطاء إجرائية أعتقد، وأنه شفنا حتى في ولاية نستير يعني يتم معناها دعوة
جرحى العمليات الإرهابية، والمضحك والمحزن في نفس الوقت أن يتم تسميتهم بأسمائهم وبعناوينهم. ما فماش حس أمني في كون رأوا نجبوا بالشكل الاعتبادي هذا، واللي ما فيش قراءة معناها السلبية متاع الأشياء هذه، يتم معناها ذكر أسمائهم. هذا هو عرض المختار ما كنا نتصوره وكنا نتمناه، وأنه ما نقعوش في أخطاء بمثل هذا الحجم. به هو قبل ما نخلي الكلمة مصطفى لنقطة الختام تفاعل فيها مع ضيفنا سي مراد، في اعتقادي التسميات بعد هالعشر سنين هذيا والتي زدنا الفوروفوار معناها النوموكلاتور هذيا التسمية متاع ثورة مش ثورة بون شهداء أحداث جانفي 2011 في اعتقادي. يعني خليك الكلمة للتفاعل مع سي مراد. مرحبا بك سي مراد. ذات ربيع يعني كنشوف السيمورات من نظرة خاصة للأمن بصفة عامة، خلينا نقول كم أمن اللي تشمل يعني أمنين كل القطاعات باش ما ننسى حتى حد. لهنا فما إحساس بالوعي بالانتماء. وقت تشوف أنت العالم في الإدارة التونسية تعرف أنت في تونس، وقت تشوف المطار في عالم يعني رفرف تعرف روحك أنت في تونس، وقت تشوف الأمن الجمهوري الأمن التونسي تعرف أن أنت بالرسمي تبع الدولة التونسية، ومع ذلك ما أحنا من أموش فيه. الأمني وسمارات كان ضيفنا تذكر عبد السلام في عديد المرات، وديما كنا نحكيه على الانتماء للدولة أو عدم الانتماء للدولة. الأمن الجمهوري ديما هو يقول أمن جمهوري ولا عزاء للآخرين. هذه رسالة اللي تشكك في العمل بتاعنا وتشكك حتى في العمل بتاع الأمن بصفة عامة. مسألة شهداء الثورة هو مسألة سياسية بحتة، ولحد الآن لم يقع البت يعني في القائمة النهائية خصوصا من جرحى ولا أو شهداء الثورة من القائمات الرسمية اللي أدت بها يعني الأمنيين أدوا بها الأمنيين، وإني واحد من الناس ما تشكش في صحة يعني القائمة هذه مبدئيا بالنسبة للأمنيين، لخاطر نجمش نشوف الأمني. لا نحكي عن الأمنيين، نحكي عن الأمنيين يعني. فما جرحى متاع الأمنيين راهو التوى نعرف شكون شخصيا معناها متاع 2011 كرشو محلول مازال ما تعالج، والتوى لا عمل عملية، والتوى لا تكفلت الدولة بحتى شيء لسيدة ذي مثلا. على الأقل نحكي على شخص نعرفه إطار أمني سامي معناها في أحداث جانفي مش ثورة بالنسبة لي، أحداث جانفي 2011 معناها التوى الراجل ما عنده لا عنده الحق يعمل سكانات، لا عنده حق يعمل حتى شيء. هذه الأمانة انقلتها مانيش باش نسميه سيد، أما راهو إطار أمني سامي وتعرض معناها لحاجات معناها منع ربي من الموت في 2011 من أجل البلاد هذه. معناها هذه فقط حبيت نسيقها نقطة لأول مرة باش نقولها على المباشر. يعني أقل حاجة تشجيع للشخص هذا يعني إن شاء الله ربي يشفيه بطبيعة الحال، خاطر هو حماة الوطن ما حماش الشخص وما حماش يعني عائلته ما حماش الوطن بصفة عامة. وشوفوا أنتم عبد السلام 2011 يعني العملية الإرهابية اللي صارت، محاولة الانقضاض على مفهوم الدولة قداش مرة صار، قداش من مرة سمعنا حقائق على محاولة الانقلابات، محاولة التسلل الخفية إلى التراب التونسي. يعني لهذا احنا نقرأ فيه في الجرائد، ولكن كان تهز الكاميرا وتتبع الفرق الأمنية والفرق الحدودية في الجبولة في البحر الحرس البحري، هز الكاميرا وامشي معهم اخر حتى 3-4 ايام تشوف يعني الصعوبة متاع العمل. ولكن للأمن متاع الدولة مش كل شيء تحكيه، ولكن خلينا نحكي الآن من حق كل أمنيين مش نعترفوا اللي عندهم شهداء، من حق الأمنيين مش نعترفوا اللي في جرحى. لهنا ديما أني نختم الرسالة متاعي برسالة إلى مجلس النواب، الرجاء من كافة مجلس النواب باش يعاودوا يلينوا القوانين الصارمة. راه مش معقول راه وقت اللي أمني ولا جندي يموت أنت تقطع لي الشهرية. راه نحكي لهنا بمبدأ إنساني بحت، مانيش نحكي بمبدأ قانوني. ماهوش معقول يعني عازب يعني في الأمن توفى في عملية اغتيال تسكر علي أنت البتين ده صحيح، يعني عائلته وأم وأبوه وتعرف أكثر العائلات وأكثر العبيد اللي ماتت من الأمنيين راهم هما اللي يعيلوا العائلات متاعهم. يعني هنا البروسيدور سوسيال أين الدولة؟ الدولة هي حماية يعني حماية المواطنين متاعها، هي تكون بالقانون، هي الراعية متاع كل المواطنين. لذا رجاء يعني كما يقولوا الشرق على السريع إن شاء الله ربي يحمينا من كورونا ونتجاوزت الكورونا تجاوزوها ونرجع للعمل والنشاط بصفة عامة، وخاصة المجلس النواب إعادة النظر في هذه القوانين على القليلة الاجتماعية لصالح كل الناس وخاصة لصالح الشهداء وعائلة الشهداء وعائلة الأمنيين. وإن شاء الله عيدكم مبروك ومسابقة إن شاء الله يعيشك مصطفى. تفضل بالنسبة لشهداء المؤسسة الأمنية
بربي لابد من نذكر على الاقل واحنا في مدينه المنستير شنو نذكر عندنا زوج شهداء ونعرف حيثيات الاستشهاد نتاعهم. تقريبا في اسمه فيها في سوسه وفي المنستير نذكروا الشهيد سامي يوسف اللي كان تم احدى القنوات التلفزيه اللي كانت بعض الاشياء ومعناها عباره على تحريض التوانسه على التوانسه كان ينقذ التوانسه على متن سياره اسعاف. رانا نحكي في حقائق موجوده حتى في البحر ما خلاش معناها العمل نتاعو وما رجعش كما رجعوا برشا ناس وبقى يخدم لين يجي رصاص وهو داخل سياره الاسعاف ينقذ التوانسه. هذا الشهيد سامي يوسف ابن الحمايه المدنيه اصيل مدينه المنزل النور اللي نترحم عليه مرة أخرى. الشهيد محمد بفريخة اللي كان عليها إطار أمني يعمل بمركز الحرس الوطني بقصور السيف. أنا نحكي في حقائق تاريخية هذه موثقة لدى الباحث. رفض أنه ما يمشيش بالرغم مرته والمرأة فاضلة اللي كانت تشوف في 13 و14 جانفي 2011 وكان الزخم اللي كان في البلاد ومع ذلك على اعتبار وأنه مركز أمني فيه أسلحة وفيه وثائق إدارية وفيه فإنه رفض أنه يبقى في الدار وعرض نفسه واختار على متن سيارته الخاصة واستشهد في الطريق ومشي العمل بتاعه. هل هكذا نجازي أناس حركتهم الوطنية؟ مع احترامي المجتمع المدني والسواد الأعظم منه اللي يقدر البلاد ما يزايد علينا حد في الوطنية. اليوم كي نشوف بعض المؤسسات العامة وحتى الخاصة نشوف علم تونس معناه في حالة رثة راهم ما يعرفوش قيمة العلم. اليوم كي نحكي على المؤسسة الأمنية بمنتسبيها وأصدقائها الأربعة أحلى ناس رانا كي نتذكر وجي كلمة العلم في لساني راني لحمي قشعر. رانا عدينا 9 شهور وثم شكون عدى سنة كاملة نفيقوا للعلم الأربعة نتاع الصباح ونعطوه حقه. هذاك علاش عندنا وطنية ما يزايد علينا حد. دونك علاش نختم بكلمة راهو اللي شفناه وديما نحكي على إرادة سياسية غايبة وساعات نحكي عليها وتحمل مسؤوليتي إرادة سياسية متواضعة في إنها تقزم المؤسسة الأمنية. اليوم ما لقيناش مؤسسة أمنية عندها الحقوق على الأقل في الحياة الكريمة. كنت نحكي قبيل على القانون الأساسي وين قانون تجريم تعديلات الأمنيين. اليوم كي نشوف الشهيد محمد شرعبي اللي توفى محافظ الشرطة سنة 2013 انظر الأحكام اللي صدرت في القتلة فيهم شكون تم الحكم عليه من 20 سنه تم التخفيض الى 6 سنوات واليوم حر طريق اللي مشارك في عمليه عندهم محامين سي مراد توا اعضاء في البرلمان التونسي حقوقيين هذه نحمل مسؤوليه حتى للطبقه السياسيه وحتى للمواطن التونسي. اليوم معناها سي عسلان اليوم نشوف وقت اللي يستشهد امني وشفنا زميل الشهيد الرائد بروت اللي ذبح امام مجلس نواب الشعب وين القرارات؟ وين القانون اللي يحمي رجل امن اثناء العمل تاعه؟ علاش ديما راني ناكد على تحيتي لكل منتسبي المؤسسه الامنيه؟ لانه في ظل الخروقات القانونيه وعدم وجود اطار قانوني اصلا للاجتهاد وللعمل ومع ذلك الرجال قاعد تخدم ومضحيه ومسيبه في عائلاتها وفي صغارها وفي نهايه المطاف يكون معناها الجحود ونكران الجميل من الطبقة اللي اعتبرها مهترية. ان شاء الله ان شاء الله بعد التحركات الشعبية بتاتر اللي قاعد يحذرونها برشا توانسة على مواقع التواصل الاجتماعي والتنظيمات هذه اللي قاعدة تتجمهر وتحشد في الناس لتغيير نظام الحكم للتعبير عن عدم رضا عن هذه الطبقة السياسية الرثة اللي كما تحكي انت معناها لا تربيت على الوطنية ولا تربيت على حب تونس ولا تربيت على حد شيء. نتفاعل معك في كل الناس اللي تحكي عليهم انت اللي ذبحت من وريد للوريد اللي كانت امريكيه معناها ضد في عمليات ارهابيه ضد المؤسسه الامنيه وضد الشعب التونسي وضد المدنيين. المحامين نتاعها ولاو اعضاء في البرلمان التونسي وعندهم حصانه برلمانيه الى جانب الحصانه نتاع المحامي عندهم حصانه برلمانيه. دونك كيفاش تحب انت الدوله تاخذ قرارات ضد الناس هذيا؟ كيفاش تحب انت الدوله ما تعفيش على الناس هذيا وما تطيحلهاش في فتره الحكم نتاعها وفتره السجن نتاعها؟ الدوله للاسف الشديد في 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 كهف معناها مظلم. ان شاء الله يا ربي كما قلت بعد التحركات القادمه اللي قاعدين ينظمونها برشا توانسه احرار ان شاء الله يتبدل نظام الحكم وان شاء الله تتبدل هالنظره هذه. وبالنسبه لي العلم حكيت على الاعلام تاع تونس الرثه اللي في بعض الادارات صحيح كلامك تمشي تشوف قلبك يوجعك لاني نذكر زاد كونه بعد 2011 في عيد الجمهوريه لم ترفع اعلام الجمهوريه التونسيه لانه الناس تو سامبلومون ولا جات حكمتنا بعد 2011 لا تؤمن بتونس ولا بتاريخ تونس ولا بعلم تونس لانه في عيد الجمهوريه ما تراش اعلام الجمهوريه مرفوعه. دونك الناس اللي ماهيش مؤمنه بالجمهوريه، الناس اللي ما عندهاش جمهوريه، الناس اللي عندها دوله خلافه حتى اذا كان خبيتها
حتى اذا كان تمدنت سوا ديزون تمدنت نوعا ما ولبست في بلاصه الجبه كرافات وسروال راهي عندها في مخها مشروع خلافه ومشروع مشاريع اخرى احنا يستحيل نوصلها في تونس ويستحيل ترى النور في تونس. يسري كلمه الختام باش نرجع نبعد شويه على السياسه. بون السياسه باش نقولها في حاجه واحده ان شاء الله البلاد هذه فيها رجال ولازم يجي نهار ويتحل موضوع الاحداث اللي صارت من 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2000 وبعد 14 جانفي زاده والتحريض اللي صار على الامنيين وعلى بعض الاسلاك. هذاك موضوع لازم يتحل. لازم نجي نهار جهاز امن الدوله لازم يجي نهار رجال الصناديد اللي بالحق باش تحل الموضوع خاطر ما تحسش فما براءه في الموضوع فما تحريك وفما هذا نعرفه. تفاعل معك صغير سي مراد نرجعوا لما يهم توا حياتنا العاديه او بحكايه العلم سيرتو انتم قلتوا لك قبل في 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 حصه سابقه واليوم نعاودوا انت بالحق تحكي لي على عام تدريب راهو يلزم بعد الثوره معناها نستعرفوا لي فما اعوان ما تلقاتش حتى شهر تدريب وهذا مطلوب منكم شويه احاطه ونشوفوا في الكياسات في بعض نحكيوا على امن جمهوري ربما بعض التصرفات الشاذه اللي تنجم تاثر على الـ على الـ على نظره المواطن وعلاقه المواطن بالامن وخاصه بالنسبه هم اولادنا امنيين صغار مازالوا يلزمهم احاطه. هذا دوركم ودور العرف نتاعكم. ثم النقطه الثانيه حبيت نتاع نتفاعل فيك معها وهو طلب بالنسبة للنقابة نقابتكم أنه يقع حل مشكل الشرطة البلدية. تعرف أنت قبل كانت الشرطة تتبع البلدية ثم وقع إدماجها بطلب منها معناها في سلك رجعت معناها الوزارة الداخلية وقعدت معناها تحت إشراف وزارة الداخلية ومن فترة هذيك ما عادش نشوفوا في روندمون معناها تاع الشرطة البلدية كوم يلفو معناها بالنسبة فما قرارات بلدية للتطبيق ما فماش شرطة غير موجودة خاطر تتبع معناها يلزم يرجع معناها للهرم الأمني بتاعه وساعات معناها فما نقص في الأعوان وفما كذا وكذا يستحقوه في أعمال أخرى تابعة معناها من الأمنية. يعني الشرطة البلدية الحقيقة اليوم حتى كي تحكي مع رؤساء بلدية بارتورا في الجمهورية يقول لك عندي المشكلة هذا. سي مراد انتوما كنقابة هما في الأخر شرطة ما 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 احنا ما أمنيين لكن دورهم راهو دورهم مهم جدا يعني لازم ترجع يلقاو حل وصيغة انه ترجع ال 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 الافيكاسيتي تاع الشرطة البلدية خاطر اليوم نجاوبك بالنسبة للشرطة البلدية اليوم كنت تحكي كمتابعين بلديات وبعد الثورة أصبحوا متابعين جزء من وزارة الداخلية. تفاجأنا للأسف في عوض أنه يتم تنمية الموارد بتاع الشرطة البلدية كما بقية الأسلاك الأمنية وتمكينها من السيارات بالوسائل من الرصد البشري لقينا للأسف عنصر داخلي مع احترامي الأشخاص اللي يخدموا فيه اللي هو الشرطة البيئية اللي أنا متأكد أنه لغايات سياسية ضيقة تم إحداث هذا الجهاز اللي طالبنا عديد المرات بحذف كلمة شرطة لأنه كلمة شرطة تخضع إلى نواميس معينة وضوابط معينة لأطراف سياسية معينة حابت تقحم أناس معنا حتى علاقة بالموضوع الأمني وأعطاته بالإسمادية اللي إحنا لحد الآن رافضين ورفض قطعي باش يكونوا ينتبهوا لنا. واحد اثنين يعني بالنسبة للتحكي لي على مردودية الشرطة البلدية أنا كان أحكي لك على الإمكانيات اللي عندهم صدقني عشت تسألني سؤال هذا على اعتبار وأنه سيارات ما غير موجودة العنصر البشري ما نحكي لكش ساعات يبدأ رئيس فرقة هو اللي يقوم بخدمة الأعوان وهو اللي يعمل كل شيء أكثر من ذلك دينا خلطه حتى في مفاهيم الشرطة البلدية وأنا كنا حتى في خلاف مع رئيس مركز رئيس بلدية سعلين في وضعية بتاع رئيس مركز المكان رئيس الشرطة البلدية هي تحمي من ينفذ. اليوم نلقاه الشرطة البلدية يلزمها هي تقوم بالإعلام وهي تقوم بالتنفيذ في وقت اللي الأصل في الشيء أن الشرطة البلدية معناها سلطة تنفيذية ترافق رئيس البلدية أو من ينوبه وتراقب عملية التنفيذ. اليوم للأسف وهذا كلام على مسؤوليتي زاد راهو كيما نرموا الحمل لأبناء الشرطة البلدية راهو حتى للرؤساء البلدية فما زاد نوع من دور السياسة فما قوانين لا تطبق لاعتبارات معينة. أما كل ما أنه أي بلدية وأي مسؤولين على مجلس بلدي يتخذوا القرار ويقوموا هما بالتنفيذ فما على
الشرطة البلدية أو حتى ساعات يتم تعزيزهم من طرف الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها راهي تحميهم في التنفيذ. أما أنه نرموا العهد الكل على الشرطة البلدية باش يتعلم وتنفذ راهو قانوني، لا، الشرطة البلدية تحمي من ينفذ القوانين اللي شفنا عديد رؤساء البلدية من غير ما نسمي أنهم يبعثوا المكاتيب اللي فيها هدم وتنفيذ معين، ولكن يوم التنفيذ لا يحضرون ويبقى عهد البلدية بين مطرقة المواطن وسندان الإدارة. خرجوا من الناس. أدينا في الكواليس اللي كان تحبوا بعد. باهي هكا نكون وصلنا لختام الجزء الأول والحوار الأول. شكرا لك سي مراد بن صالح، وطبعا هذا المنبر مفتوح لنقابتكم، مفتوح لكم، أصواتكم موجودة معنا في كل حلقة سي مراد إن شاء الله، ومطالبكم طبعا عديها معنا حتى إشكالية. نتعداو ل كلمة ختام. بارك الله فيك، نشكر مرة أخرى سي عبد السلام وكل الفريق اللي معك على الفرصة هذه للحديث عن المشاكل اللي تعانيها المؤسسة الأمنية، على أنشطة النقابة الجهوية لفترة المزاخ المنسير. ما نجمش نفوت الفرصة هذه لشكر كل مكونات المجتمع المدني اللي كانوا معنا وساهموا معنا في إنجاح التظاهرات والنشاطات اللي قمنا بها، كالسواء مأدبة الإفطار على شرف النسيج الأمني العام لتنصف رمضان، اللي عاونونا في تمكين وحدة الأمنية من معناها وسائل الوقاية في ظل انتشار جائحة كورونا، المندوبية الجهوية للثقافة، مواطنين، جمعيات، الكشافة التونسية في طبلبة، في مكنين، يعني كل مكونات المجتمع اللي كانوا إلى جانبنا عاونونا، بعض مؤسسات الخاصة ونسمي معناها مؤسسة قرطاج للنسيج اللي عاونتنا في قفوف رمضان بالنسبة للوضعيات الخاصة اللي منتسبي المؤسسة الأمنية. نأكد حاجة واحدة، أن قوات الأمن الداخلي إن شاء الله تكون دائما على العهد في خدمة المواطن وفي خدمة هذا الشعب. رجائي من كل المتساكنين مدينة المنسير وكل التوانسة أنهم يكونوا إلى جانب المؤسسة الأمنية اللي أعطت درس للعالم بين أحداث بنغردان، وكانت معناها درس بالحق قوي برشا إلى اليوم يتم الحديث عنه ونجاحات المؤسسة الأمنية والعسكرية. نحب من خلالكم وفي نهاية هذا الشهر الفضيل أن نتوجه إلى كل منتسبي القوات الأمن الداخلي من شرطة، من حرس، من حماية مدنية، من سجون وإصلاح، زملائنا المباشرين وخاصة زاد المتقاعدين ما ننساهمش، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير، إن شاء الله كل عام وتونس بها في خير. وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة. وحنا زاد ما نزلناش نفوتوا الفرصة كمواطنين كمجتمع مدني بزاد عن طريق كلمة سي مراد، نتمنى عيد سعيد لكل أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وتونس بخير.